حرب الشيعية أنت كنت تريد أن حرب تتكلم الشيعية عليها. الشيعية هو هدف، هو هدف استراتيجي. لا ستكون أم لا؟ أنا أعتقد لن تكون. ليش؟ لن تكون الحرب لأنه الكوابح موجودة. يعني على سبيل المثال السيد مقتدى الصدر لا يريد صدام شيعي شيعي، والتيار الصدري يلتزم بقول السيد مقتدى الصدر. مقتدى الصدر يقول لهم لا تطلعون لا تطلعون، مقتدى الصدر يقول لهم لا تستهدفون حتى ذبابة في العراق سيلتزمون. أضافة للناس الثانيين وهو الحشد والفصائل لديهم بيانات سابقة ولديهم أدبيات سابقة يقولون يحرم الدم العراقي بصورة عامة أن نهدره أو نقوم باستنزافه أو بتفجيره. يعني الجبهتين عندهم بعد أخلاقي وديني ووطني ما يصادمون على الأطلاق. وإذا كان يردون يسموه صدام فهو هيمنة على أماكن معينة ولكن بدون صدام. لن يتكرر ما حدث في المناطق السنية من داعش وتوابعها يحدث في العراق بحيث تخرب المدن ويهجر الشيعة، ولكن البديل من أصحاب المخطط الخبيث اللي أشرنا لهم واللي لعبوا دور رئيسي بخداع المفوضية وخداع القضاة المحترمين هم أحذر سيقومون بمخطط لا يقل عن مرفأ بيروت، والمستهدفة هي البصرة. شو البصرة؟ البصرة مستهدفة لإنهاء موانئها لإجبار العراق أن يكون ذيلا وعبدا لموانئ الخليج وموانئ إسرائيل. طيب.